انت في منظومة محترمة، منظومة وادي دجلة، اعتزلت، بقيت عضو في الجهاز الفني مباشرة. ايه كواليس انك قررت تبطل وفي نفس الوقت بتنضم للجهاز المعاون؟ يعني انا كنت في المقاصه وهما في الدوري الممتاز، ويعني كان جاي لي عروض من الدوري الممتاز ان انا افضل موجود في الدوري الممتاز، لكن دجله كلموني، ودجله بيتي ومن الانديه اللي انا بدات فيها مشواري. بعتز جدا بالناس اللي موجوده في وادي دجله، منظومه محترمه جدا. فلما كلموني ان احنا عاملين مشروع ان احنا عايزين نصعد للدوري الممتاز تاني، فكرت طبعا ان انا ما عنديش اي مشكله حتى لو هلعب في الدرجه الثانيه. يعني قبلت درجة تانية عشان دجلة على حساب انك تكمل ممتاز. بالظبط، يعني لان دجله اصلا منظومه زي ما بقول لك، منظومه محترمه جدا، منظومه محترفه، بيتعاملوا باحترافيه، بيبقى حاطين بلان لقدام، مش زي بعض الانديه. فده اللي شجعني ان انا اخد القرار ده.